حضرتك الاجابات. مهندس صالح حسين محمد، مدير مشروع في السعوديه. كنت بدور فعلا كتير على مركز كويس عشان اخد فيه البي ام بي، عشان لقيت فعلا المركز دوت. ولما جيت اتغيرت فكرتي يعني عن البي ام بي، على اساس ان المحاضر المهندس محمد كان ممتاز صراحه، عمل لنا تجميع للدوره كلها بعد ما كانت مفككه في دماغنا، والحمد لله يعني الدوره مرت بنجاح، ونعمل ان شاء الله ننجح باذن الله.